كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية تنهي حالة التكهنات وتعلن رسميا عن هوية مرشحها لمنصب نائب الرئيس وتختار حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز في أول قرار حاسم تتخذه بعد ترشيحها للسباق الرئاسي الأمريكي. فبعد سلسلة مشاورات ولقاءات ثنائية أجرتها هاريس مع أسماء بارزة في الحزب الديمقراطي، ستقدم هاريس مرشحها لمنصب نائب الرئيس بعد ساعات من الآن في تجمع بولاية فيلادلفيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول تعليق له وصف اختيار هاريس لتيم وولز بالقرار العظيم ودعا الديمقراطيين والأمريكيين للوقوف وراءهما. اختيار هاريس لوولز سيدخل السباق نحو البيت الأبيض مرحلة الحسم، وسيكون سلاحها القوي لمقارعة مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس. إذن هاريس تحسم أمرها وتختار وولز، فماذا نعرف عنه يا مولودة؟ بالفعل يا راوية، هاريس وتيم وولز الآن يسعيان أو سيسعيان بالأحرى إلى إرسال رسائل تحدي قوية لمنافسها دونالد ترامب. تيم وولز الحاكم 41 لولاية مينيسوتا، عمره 60 عاما، من قدام المحاربين في الحرس الوطني، انتخب في منطقة ذات ميول جمهورية بمجلس النواب عام 2006، وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما كاملا قبل انتخابه حاكما للولاية عام 2018. تم تسليط الأضواء على تيم وولز مؤخرا بعد نجاحه في توفير فرص عمل أكبر بولاية مينيسوتا وتمويل التعليم أيضا في الولاية وتقديم تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة، كما أيضا ساهمت إجراءاته في مكافحة تغيير المناخ، ما أكسبه كل هذا شعبية واسعة في الولاية. كان تيم وولز أيضا غير معروف سياسيا نسبيا لعموم الأمريكيين، لكن في الأسابيع الأخيرة اكتسب انتقاده اللاذع لدونالد ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس زخما وحضورا قويا في الإعلام الأمريكي. من الواضح أيضا أن هاريس تأمل أن تساعدها جاذبية وولز في الفوز في ولاية الجدار الأزرق كميشيغان، بنسلفانيا، ويسكنسن المجاورة، وهي ساحة معارك انتخابية قوية والتي تعد حاسمة لفرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بالبيت الأبيض. مراقبون يرون أن ترامب والجمهوريون سيهاجمون تيم وولز بشدة لطريقة إدارته لقضية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، وأيضا طريقة إدارته للاحتجاجات التي تلت مقتله عام 2020.